مرحبا بكم جميعا في هذه الندوة المخصصة اليوم من ندوات مركز الحوار العربي أونلاين عن موضوع لا يهم فقط الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية المشاركة أو حتى الدول التي تعرف باسم 5+1 متعلقة في الاتفاق الدولي مع إيران حول ملفها النووي. لا يهم فقط هذا الموضوع اليوم هذه الأطراف بمقدار ما هو في تقديري مهم لكل منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران، تركيا، إسرائيل، بما فيها البلاد العربية، لأنه هناك ارتباط كبير كما نعرف جميعا بين الآن أزمات قائمة في هذه المنطقة وما بين ما حصل في أيام ترامب من خروج الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي، وأيضا من عقوبات شديدة وضعت على إيران بشكل مخالف طبعا لنصوص الاتفاق اللي وقع عام 2015. الآن كما نعرف جميعاً كانت أمريكا هي التي وحيدة يعني تغرد في هذه المجموعة التي سميت 5+1 بالخروج من الاتفاق، ونجد الآن بعد حوالي يعني أكثر من شهر ونصف الآن من وجود إدارة جديدة، وكان هناك تعهدات بالعودة للاتفاق وإدانة لترامب لأنه خرج من الاتفاق، نجد الآن أن إدارة بايدن متعسر عودتها يعني، وهناك تأخر، وسمعنا وقرأنا العديد من التعليقات في عدة صحف أمريكية تنتقد هذا التأخير وتعتبره خطر حتى على المصالح الأمريكية. هذا الأمر هو موضوع نقاشنا اليوم كجزء يعني من النقاش، والجزء الآخر هو أنه كيف ستكون هناك انعكاسات لهذا الأمر إن كان عودة الولايات المتحدة أو عدم عودتها على الأزمات اللي هي قائمة في المنطقة العربية، وتحديدا مثلا في العراق، في سوريا، في لبنان. العقوبات كما نعرف تطال إيران ومن هم في حالة تحالف مع إيران في المنطقة، اليمن ومصير أيضا السعي للتسوية السياسية. هذه التساؤلات هي اليوم إن شاء الله احنا نحاول أن نتعامل معها ونستفيد من هم معنا اليوم لبدء هذه الندوة كمداخلات سريعة حدأها مع السفير اللبناني السابق في كندا وفي عدة بلدان، وليس فقط في كندا، وكان قائم عميل بواشنطن الأستاذ مسعود المعلوف. وبعدين نسمع من الأستاذ سعيد عريقات والأستاذ سعد عبد الحميد صيام والأستاذ عاطف عبد الجواد. كلمة لك يا أستاذ مسعود، تفضل. تحية لك صديقي دكتور صبحي، وتحية للمشاركات والمشاركين الكرام. باختصار شديد سأود أن أقول أولاً أن هنالك مصلحة للولايات المتحدة ولإيران بالعودة إلى هذه الاتفاقية النووية. بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مصلحتها الاعتبار الذي أفقدها إياه ترامب بانسحابه من اتفاقية فضلت الولايات المتحدة ودول 5 أخرى سنوات للوصول إليها، وكانت اتفاقية جيدة وضعت حداً لتخصيب الأورانيوم ولتقدم إيران باتجاه السلاح النووي، ولكن ترامب لأسباب تتعلق به شخصياً واللي من أجل أن يمحو سلفه أوباما قدر المستطاع في كل الأمور التي حققها الرئيس الأسبق أوباما، انسحب من هذه الاتفاقية. فالولايات المتحدة بحاجة للعودة إلى هذه الاتفاقية لكي تعيد احترام الدول لها واحترام كلمتها عندما توقع اتفاقية لا يجوز أن تنسحب منها بمثل هذه السهولة كلما تغير الرئيس. هذا بالنسبة إلى الولايات المتحدة. بالنسبة إلى إيران، هي أيضا بحاجة للعودة إلى الاتفاقية لرفع العقوبات عنها مع ما أدت إليه من صعوبات اقتصادية على صعيد البلد، ومن خاصة أن العقوبات لا تسمح لإيران بتصدير البترول لعديد من الدول، وهي بحاجة ماسة إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية. ما هي العقبات التي تحول دون عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاقية؟ هنالك عقبات داخلية في الولايات المتحدة وعقبات خارجية. العقبات الداخلية يشكلها قسم كبير من الحزب الجمهوري الذين هم من أتباع الرئيس ترامب ويدينون له بولاء أعمى، ولا يريدون أن يمحى ذكره وأثره والأعمال التي قام بها مثل ما يفعل حاليا بايدن بالعودة إلى الاتفاقيات السابقة التي خرج منها ترامب ومنها الاتفاقية النووية. هنالك أيضا قسم من الديمقراطيين الذين لا يريدون، ليسوا متحمسين للعودة إلى الاتفاقية، وهؤلاء جميعا هم طبعا تحت ضغط من قبل اللوبي الإسرائيلي هنا
نعرف جيدا أن إسرائيل حاربت الاتفاقية منذ قبل توقيعها وحتى بعد توقيعها، ويعتقد أن نتنياهو هو الذي أقنع ترامب بالانسحاب منها بالطريقة التي انسحب منها. هذه هي ضغوط داخلية تحول دون العودة إلى الاتفاقية. أما الضغوط الخارجية، العقبات الخارجية، منها من إيران بالذات، حيث اتخذ مجلس التشريع في إيران منذ فترة قراراً من أجل الضغط على الولايات المتحدة برأيي كي تعود بسرعة، اتخذ قراراً بعدم السماح للمفتشين الدوليين بالقيام بعمليات التفتيش المفاجئ. وكذلك رفعت إيران شروطها وطلبت من الولايات المتحدة، وأنا شخصياً أعتقد أنها على حق، طلبت سحب وإلغاء جميع العقوبات التي فرضها ترامب بعد الانسحاب من الاتفاقية. هذا أمر غير مقبول، نوقع على اتفاقية ثم فجأة بعد سنتين ننسحب منها ونفرض عقوبات دون أن نغير شيئا ولا دون تفاوض. هذا أمر ولكن بايدن يصعب عليه أن يعود مباشرة إلى الاتفاقية، لأن لكي لا يظهر بمظهر الضعيف سواء أمام أخصامه الجمهوريين أو حلفائه أو أبناء حزبه الديمقراطيين هنا. هذه أمور حاليا تحول. كذلك في الخارج، إسرائيل والسعودية وبعض دول الخليج تضغط على الولايات المتحدة بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة كي لا تعود إلى الاتفاقية. كذلك هنالك ضغوط خارجية من هذه الدول على الكونغرس الأمريكي لكي عن طريق اللوبي، وسائل الضغط وقوى الضغط الموجودة لديها هنا، كي يقوم الكونغرس أيضا بالضغط على إدارة بايدن لكي لا يعود إلى الاتفاقية. هذه هي العقبات الأساسية التي تقف على بايدن حاليا، أن يدرس هذه العقبات، أن يحاول أن يخرج منها. هو قد وعد في حملته الانتخابية بقوة وبوضوح تام أنه بعد أن يتسلم الإدارة سيعود إلى الاتفاقية، وانتقد ترامب بشدة، هو والحزب الديمقراطي بصورة عامة انتقدوا ترامب بشدة للانسحاب المفاجئ من الاتفاقية. فلذلك على بايدن الآن أن يسعى، أنا أعتقد أنه يستطيع أن يتجاوز هذه الضغوط، فقد تجاوزها أوباما في العام 2015، ونذكر جيدا كيف أتى نتنياهو بالذات إلى هنا وكيف استقبل في الكونغرس استقبال الأبطال وألقى خطابا قويا جدا ضد الاتفاقية، ولكن أوباما لم يستقبله في البيت الأبيض ولم يلتقي به ومضى بتوقيع الاتفاقية. فأعتقد أنا أن بايدن يستطيع أن يقوم بالعمل ذاته بالرغم من كل الضغوط التي تمارس عليه، سنرى في الأيام والأسابيع المقبلة كيف ستتطور هذه الأمور. وشكرا. شكرا لك يا استاذ مسعود على المداخله المركز، لكن عاوزك اذا ممكن كونه حتغادرنا قبل يعني الساعه 4، لو فقط تعطيني يعني بشكل سريع تقديرك انه في حال حصل اتفاق ولا او لم يحصل اتفاق، شو تاثيره على بشكل عام على ازمه المنطقه؟ هل تتوقع مثلا اشتعال اكثر، عقوبات اكثر، خاصه الان في حالي على سوريا على لبنان من العقوبات اضافه الى ايران طبعا، هل تتوقع انه يسير التسوي بموضوع اليمن بغض النظر عن مصير الاتفاق؟ بس بشكل سريع لو نسمع منك رايك اذا سمحت. سؤال الي؟ اي نعم. اوكي نعم. اعتقد انا ان ايران حاليا سترفض التفاوض على اي موضوع اخر خارج الاتفاقيه قبل ان تعود الولايات المتحده الى الاتفاقيه، وهذا حقها لان الولايات المتحده انسحبت من اتفاقيه بصوره غير قانونيه وغير شرعيه. هذا امر جيد، ولكن بالنسبه الى بقيه الملفات، فاذا تمكنت الولايات المتحده من العوده، اعتقد انا ان الاتحاد الاوروبي، الدول الاوروبيه من جهه، والصين وروسيا من جهه ثانيه، كل منها تستطيع أن تقوم ببعض المساعي، الصين وروسيا مع إيران والاتحاد الأوروبي لألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع الولايات المتحدة، مثل ما فعلوا وقرروا أن يعقدوا لقاء قريبا، ولكن إيران اعتذرت عن قبول هذا اللقاء. ينبغي أن يحصل بعض المفاوضات المسبقة تؤمن للولايات المتحدة عودة مشرفة، وتؤمن لإيران أيضا
تراجع عن التخصيب الأورانيوم الذي أعلنته وتقوم به لدرجة 20%، ربما بالتزامن تقام تصريحات من الفريقين، وبموجب ذلك تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاقية على أن يتم فيما ذلك التفاوض على بقية المواضيع التي هي مثل الصواريخ البالستية الإيرانية والتمددات الإيرانية في المنطقة. هذه أمور لم يتمكنوا من معالجتها في السابق أثناء الاتفاقية السابق، لأن إيران كانت قريبة من الوصول إلى السلاح النووي، فتركت هذه الأمور تم التركيز على القضية النووية فقط، وإلا لما تمكنوا من التواصل. وصلت إيران إلى السلاح النووي قبل توقيع الاتفاقية، والآن الأمر نفسه يعاد على الولايات المتحدة وإيران أن يتفقا على طريقة تساعد الطرفين أن يدخلا بصورة مشرفة، أن يتراجع كل فريق منهما بصورة مشرفة، وتعود الأمور إلى نصابها كما كانت في السابق، على أن يتم فيما بعد معالجة بقية المواضيع. لا أتصور أنا شخصيا أن يكون هنالك حالات عسكرية حربية، تطورات كبرى في المنطقة. فبايدن أعلن أنه يريد أن يوضع حد للحرب في اليمن، وكذلك هو بايدن ليس رجل حربجي، لا يريد المضي في طرق عسكرية. ولذلك أنا أعتقد أن إذا تمكننا من تجاوز العقبة الأولى وعودة الولايات المتحدة بصورة طبيعية إلى الاتفاقية، وتوقيف إيران من توقف إيران من تخصيب الأورانيوم، ربما تستطيع الدول فيما بعد من الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات، وتخف حدة التوتر في المنطقة على هذا الأساس. شكرا جزيلا لك أستاذ مسعود، شكرا للسفير اللبناني السابق أستاذ مسعود المألوف، وننتقل الآن للأستاذ سعيد عريقات، وهو كما تعرفون إعلامي عربي من فلسطين يغطي بشكل يومي من وزارة الخارجية الأمريكية، وبعدين نسمع من الأستاذ عبد الحميد صيام، وهو أيضا كاتب وإعلامي في نيويورك ويغطي بشكل مباشر ما يحدث في الأمم المتحدة، ثم نسمع من الأستاذ عاطف عبد الجواد أيضا وهو إعلامي مقيم في واشنطن، وأرجو أنه من الأخوة الثلاثة يعني أنه أيضا يركزوا على الإجابة على السؤالين معا، حول ماذا يعني أو لماذا تتأخر واشنطن في العودة، وماذا يعني هذا الأمر لقضايا المنطقة. تفضل يا أستاذ سعيد. شكرا أخي صبحي، وشكرا للمشاركين. لا يستطيع المرء الحديث عن ما يجري عن الاتفاق النووي الإيراني دون العودة حقيقة إلى تاريخ الملف النووي الإيراني بشكل مختصر جدا. هذا التاريخ يعود إلى الشاه. أمريكا فرضت عليه أن يكون عنده مفاعل ذري وبرنامج نووي، ومن ثم عندما أصبح رأى أن الولايات المتحدة يعني الثمن باهظ جدا ماليا، اعتمد على ألمانيا التي زودته بالمفاعل وإلى آخره. الخميني عندما قامت الثورة بكل بساطة هو استمر، لأن هناك اتفاق قال لهم لا أريد هذا الشيء، ولكنهم قالوا له نحن في هناك عقد مع ألمانيا ولا نستطيع الخروج منه. الملف البعبع النووي الإيراني حقيقة هو ما هو إلا هو كذلك، هو ورقة توت، هو فزاعة تستطيع إسرائيل من خلالها الاستمرار بالاستيطان واستشراء الاستيطان وبلع الأراضي الفلسطينية، وعدم الحديث عن القمع الذي تنكل به الفلسطينيين في الداخل وتحت الاحتلال. في تسعينات القرن الماضي نعم إيران عملت على ربما تعزيز برامجها، ولكنها تراجعت عنه بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، وذهب جواد ظريف الذي كان موظفا في الخارجية آنذاك، والتقى السناتر كيري وقال له نحن هذا كل ما لدينا، لا نريد أن يكون لدينا برنامج نووي، لأن كانوا يخشوا حقيقة، كانوا يخافون من أن الولايات المتحدة أصبحت الجار وإمكانها أن تدمر. فإذا أنا كل ما أريد أن أقوله أن كل أجهزة الاستخبارات عام 2007 خرجت بتقييم أن إيران ليس لديها برنامج مسلح على الإطلاق. الاستخبارات الوحيدة اللي قالت لا مش صحيح هي الموساد، لكن الكل يعرف ذلك. قد تكون
إيران في نهاية العقد الماضي أو في بداية العقد الماضي شعرت أنها تريد أن تخصب وتريد أن تستفيد ربما من قدراتها التقنية والعلمية، مستفيدة من الدرس الكوري الشمالي ربما أو دروس الهند وباكستان، وقد تكون سعت نحو ذلك. الآن قضية العودة إلى الاتفاق، أعتقد أن الاتفاق الذي أبرم عام 2015 يعني سكويزد إيران على الآخر، عصر إيران عصرا، لم يعد هناك ما تستطيع أن تقدمه إيران، لم يعد هناك ما تستطيع أن تقدمه. ربما هناك فقرة واحدة أو بند واحد في هذا الاتفاق الذي يمكن لإيران أن يكون لديها مرونة في التعامل معه فيه، وهو ما يسمى ببند الغروب، The Sunset Clause. The Sunset Clause تقول أن إيران يفرض عليها الحظر لمدة 15 عاما، لا تستطيع أن تحتفظ بأكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ويحدد عدد أجهزة الطرد المركزي وإلى آخره. هذا في تقديري هذه النقطة ربما تستطيع الولايات المتحدة أن تضغط على إيران، كون أن 5 أعوام مرت على هذا الاتفاق، فربما يستطيع أو على مضض قد يقبل الإيرانيون بالعودة إلى الاتفاق على أرضية أن تكون بند الغروب يمدد لمدة 25 عاما. الآن لو سألتني في قبل 20 يناير الماضي لقلت لك أن بايدن سيعود إلى الاتفاق بشكل سريع، ولكن حقيقة ما رأيناه هو تراجع من قبل إدارة بايدن، لأنه عرضة لضغط المجمع الصناعي العسكري، عرضة للمحافظين الجدد الذين الآن انتقلوا من الحزب الجمهوري إلى الحزب الديمقراطي. نرى الإعلام القوي مثل واشنطن بوست، مثل CNN، مثل الإعلام المقروء والمرئي، حتى نيويورك تايمز يدفعون باستمرار باتجاه رفع وتيرة التوتر مع إيران، فهو عرضة لذلك. في تقديري هناك بعض نقاط اللي يعني في سياق العودة إلى الاتفاق ما يطرح، مثلا من تفكيك برامج الصواريخ البالستية الإيرانية الذي تطالب به إسرائيل وتطالب به ربما دول مجلس التعاون الخليجي. إيران لا تستطيع ولن تقبل بطرح هذا الموضوع كجزء من الملف النووي الإيراني. ربما قد يكون هناك مفاوضات مختلفة مستقلة ممكن، لكن حقيقة لا أرى أن هذا إذا طرح كشرط سيعود بالولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق على الملف النووي الإيراني. كذلك نقطة ما يسمونه الدور الخبيث لإيران في المنطقة، في تقديري لن تقبل إيران أن يكون هذا جزء من أي تفاوض. ربما يكون هناك التزام من إيران بوقف الدعم السياسي والعسكري والمالي لأذرعها التي تسمى الأذرع العسكرية الحليفة في العراق، في اليمن، في لبنان، في سوريا، في أماكن مختلفة. قد يكون هناك مجال للاتفاق، لكن في تقديري أنا من الصعب تخيل أن الإيرانيين الجناح المتشدد، خاصة ونحن على أبواب انتخابات إيرانية قادمة، يقبل بأي شيء من هذا القبيل. إيران ومن حقها أن تطالب برفع العقوبات الاقتصادية، وهي عقوبات قصوى، يعني عقوبات كبلت إيران ويعني وضعتها في وضع صعب جدا، صعب جدا شديد. فإذا هي تريد أن تخرج من هذا المأزق، وإذا اليوم بالمناسبة ما سمعنا عن أنها طلبت من كوريا الجنوبية أن تساعدها بذلك، وهم بانتظار أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق أو البدء في الحديث بشأن العودة إلى الاتفاق. فإذا الإيرانيين محقين كما ذكر مسعود بأنهم يطالبوا بأولا من يخطو أولا، سمعنا في الأسبوعين الماضيين من سيتخذ الخطوة الأولى، هذا ما تم مناقشته في وزارة الخارجية تقريبا كل يوم، من سيخطو أولا؟ هل الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة رأيناها بادرت قبل أسبوعين وطلبت من الأوروبيين دعوة إيران ودعوتها
إلى مفاوضات، لكن لم يحدث شيء. أنا في تقديري أنه لن يحدث أي شيء في هذا المجال، لن يكون هناك إيماء من الولايات المتحدة أو إشارة من الولايات المتحدة أنها عائدة، رغم أن الفريق الذي يفاوض أولهم أبرزهم راب مالي، فريق ملم بكافة هذه القضايا، لن يحدث أي شيء قبل الانتخابات الإسرائيلية يوم 23 آذار الجاري. فإذا نحن نرى موقف ربما على الأقل الوهلة الأولى يبدو وكأنه موقف متراجع بالنسبة لبايدن وإدارته عن ما وعدوا به وتعهدوا به أثناء الحملة الانتخابية وأثناء أيضا الفترة الانتقالية. نرى هناك بعض التردد، نرى الليبراليين يقولون لنذهب وخلي الإيرانيين هم اللي يطلعوا، يعني إحنا نفرض عليهم شروطهم بيطلعوا، وإن يوهاك يقول لك لا، قبل أن نعود إلى التفاوض علينا أن نضع الصواريخ كجذور. هي في النهاية خدمة لللابي الإسرائيلي واللابي أيضا السعودي الذي يعمل في هذه العاصمة. أنا في تقديري إذا تم العودة إلى الاتفاق كيف ستكون انعكاساته في المنطقة؟ بكل تأكيد سنرى ما تحدث به أوباما في آخر عهده في مقابلته الشهيرة مع مجلة أتلانتيك، عندما قال أن إيران موجودة في المنطقة وعليكم أن تتعاملوا معها، كان يخاطب السعوديين ويخاطب دول الخليج الأخرى التي تدور في فلك السعودية. طبعا في تقديري أنه في حال رفع العقوبات والعودة إلى هذا الاتفاق سنرى أن إيران ستعود بثقل إلى المنطقة وستمارس دورها الذي تشعر أنها تمكنت من الحصول عليه عبر فترة طويلة من النضال، وهو قوة إقليمية مثلها مثل إسرائيل وتركيا. في هذه الحالة لن يكون هناك رفع في التوتر، قد يكون ربما كإشارة من الإيرانيين تجاه الولايات المتحدة وتجاه الأوروبيين الضغط على الحوثيين على سبيل المثال للعودة إلى طاولة المفاوضات ومن ثم التوصل إلى اتفاق بشأن اليمن، لأنه بكل تأكيد ما نلمسه في وزارة الخارجية أن هذه الإدارة عازمة ومصممة على إنهاء الحرب في اليمن، فقد تعطيها متسعا من 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 يعني مسافة في هذا الاتجاه أو في هذا الملف، كي تمكن الرئيس الأمريكي بايدن من أن ينفذ تعهده بإنهاء هذه الحرب. وشكرا. شكرا جزيلا لك أخي سعيد أيضا على المداخلة، ونسمع الآن الأستاذ عبد الحميد صيام من نيويورك. تفضل أستاذ عبد الحميد. شكرا جزيلا أخي صبحي، تحياتي لك والحضور. ويعني قيل الكثير ولا أعرف هل بقي لدي الكثير لأقوله، لكن أود في البداية أن أقول أن المفاوضات علم وليست قرارات مزاجية كما كان يعمل ترامب، ونحن أمام دولتين مهمتين، إيران الدولة العميقة ذات التاريخ الطويل والخبرة العميقة في قضية المفاوضات، وكذلك الولايات المتحدة الآن هي دولة مؤسسات أكثر منها دولة فرد شخص يقرر ما يحلو له أو ما ينطحه به شخص ثم يغير رأيه كما كان معروف عن ترامب. النقطة الأساسية أن هناك أن الولايات المتحدة انسحبت من هذه الاتفاقية ووضعت ضغوطاً على إيران، وخاصة عقوبات اقتصادية وعقوبات بنكية في التعاملات البنكية وعقوبات في قضية خطوط الملاحة لتصدير النفط، وبالتالي ألحقت الأذى الكبير بإيران والاقتصاد الإيراني وقيمة الريال الإيراني، وشكى منها الناس، يعني الناس تأثر حياتهم اليومية تأثر بسبب هذه العقوبات غير المبررة. النقطة الثانية أن إيران أيضا يعني عملت على اللعب بأوراق في يديها حتى أيضا تؤثر على الجانب الآخر، وخلال هذه المدة في خلال فترة ترامب قامت إيران بمجموعة نقاط أيضا لتزيد قوتها في المفاوضات المباشرة، المفاوضات اللاحقة إذا حصلت. النقطة الأولى أن إيران تخطت قصة
الحد الأدنى من كمية التخصيب، وهذا شيء مؤكد لأن الاتفاقية كانت تسمح لإيران التخصيب لدرجة 2.75% إذا ذاكرتي لم تخني، ولكن بدأ واضحاً أن إيران في الفترة الأخيرة حاولت أن تدفع باتجاه الوصول حتى إلى 20%، لكن طبعاً هذا شيء صعب، لكن مؤكد أنها زادت من كمية التخصيب وزادت من عدد السنترفيوجز، يعني الأنابيب التي تساهم في قضية التخصيب. وقد ثبتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الانتهاكات، وهي كذلك مرة أخرى من حقها. والنقطة الثانية أيضاً التي لعبت فيها إيران لتزيد من قضية الأوراق التي في يديها هي موضوع برنامج الصواريخ البالستية بعيدة المدى، بحيث أصبحت قادرة على الوصول إلى أماكن بعيدة وشديدة وقوية، وكذلك انتشارها في البحر والاستعداد العالي العسكري. وقد رأينا ذلك عندما تجاوزت طائرة مسيرة أمريكية في 2018، مجرد أن دخلت الحدود الجوية لإيران تم قصفها فوراً وأسقطت. كذلك إيران قوت من علاقاتها مع المجموعات التي تولي ولاؤها لإيران، وخاصة الحوثيين. والحوثيين الذين أصبح لديهم إمكانيات لضرب السعودية في العمق، وكانت عملية ضرب أرامكو في شهر سبتمبر 2019 رسالة قوية ليست موجهة فقط للسعودية بل للولايات المتحدة، لأن حلفاءكم هنا موجودون هنا وتحت رحمتنا، فإذا أنتم ستختارون هذا الاتجاه ولدينا الإمكانيات أن نوجعكم كما توجعوننا في الاقتصاد. قوت من علاقاتها في العراق داخل الميليشيات والتي أصبحت تضرب في القواعد العسكرية الأمريكية، خاصة قاعدة عين الأسد التي تعرضت لعدة هجمات. وكذلك كان ترامب كمان يرد على هكذا، خاصة الاغتيالات، اغتيال سليماني في يناير 2020، وكذلك طبعا اغتيال محسن فخري زاده، إلا طبعا أصابع إسرائيل موجودة في المنطقة. إذن في خلال هذه الفترة الولايات المتحدة وضعت في قلبها أوراق ضاغطة على إيران لتحاول أن تجبرها على القبول بما لم تقبل به من قبل، وأيضاً إيران قوت من أوراقها حتى أيضاً إن عادت إلى المفاوضات فلديها ما تضعه على الطاولة وبقوة، وليس فقط بالخطابة كما يفعل بعض العرب عندما يذهبون إلى المفاوضات خالي الأيدي بدون أي أوراق قوة يلعبون بها. لذلك عندما جاء بايدن، أنا واثق ومن متابعاتي أن حقيقة إدارة بايدن هي ليست إدارة ترامب، وفعلا يريد أن يعود إلى الاتفاقية لأنه هو جزء منها، هو جزء من هندسة هذه الاتفاقية أيام إدارة أوباما، هو يعتبر هو يعني واحد من الذين صاغوها، واحد من الذين أقروها، ووقف مع أوباما رغم الضغوط الداخلية وضغوط اللاب الصهيوني، لكن ظل متمسكا بها وهو يريد أن يعود إليها. وكذلك إيران لأنها في وضع صعب، يعني كل يعض على إصبع الآخر يريد أن يعود، ولكن في أشياء مستجدات، فكيف يعود الطرفان وهناك أشياء مستجدة؟ الحصار الاقتصادي، العقوبات، الطرق التجارية خاصة في تصدير البترول، البرنامج البالستي، دعم الميليشيات في المنطقة، فهذه كلها أوراق إضافية أضيفت لإيران. وكذلك بالنسبة لإيران أيضا هذا الوضع الاقتصادي الصعب تريد أن تتخلص منه، ولكن كلا الطرفين يريد أن يعود، ولكن كيف يعود؟ وهنا جاء دور الاتحاد الأوروبي، وللعلم
أن الاتفاقية بقيت مستمرة، وحاولت إدارة ترامب أن تفرض على مجلس الأمن التخلي عن هذه الاتفاقية، وفشل فشلاً ذريعاً، ولم يقف مع ممثلة الولايات المتحدة إلا جمهورية الدومينيكية، يعني واحد من مجموع 15. وكانت صفعة على وجه إدارة ترامب عندما لم يجد أحداً يؤيده إلا دولة واحدة. ولم يستسلم ترامب، بل بعث رسالة من حوالي 5-6 صفحات إلى رئاسة مجلس الأمن يعمل فيها legal argument، يعني محاججة قانونية لضرورة إعادة ما يسمى سناب شات، سناب يعني إعادة كل العقوبات مرة واحدة، ولكن أيضا فشل ولم يقتنع مجلس الأمن بهذه العودة وبقيت الاتفاقية. إذن الولايات المتحدة هي التي خرجت من الاتفاقية، ونقطة البداية تكون بعودة الولايات المتحدة. لكن كما قلت في المستجدات، وهنا دور الاتحاد الأوروبي من جهة لتذليل هذه العقبات، وأنا واثق أنه الآن في مفاوضات، وقد قرأت قبل دقائق قبل هذا اللقاء من تصريح من الخارجية الإيرانية بأن كل شيء بالدبلوماسية يمكن أن يحل، يعني تصريح كأنه رسالة أيضا. لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الدور التخريبي الذي لعبته إسرائيل وستلعبه في الأيام القادمة لتعكير هذا الجو الموجود، وبدعم من اللابيات أو المجموعات الضغط الموالية للكيان الصهيوني في الولايات المتحدة، لتعكير هذا الجو وخلق عقبات كثيرة، وكلما يتخطون عقبة سيجدون عقبة أخرى. لن تتخلى إسرائيل عن خربشة المنطقة. واليوم هناك معلومات لاتفاقيات ثنائية بين إسرائيل والإمارات، وبين إسرائيل والبحرين، وبين إسرائيل وربما السعودية، لكن بدون الإعلان عنها، لقضايا تتعلق بإيران وبرامج إيران. فلذلك يعني هذا بالنسبة لإسرائيل، وجود عدو بعبع في المنطقة مهم جداً، يعني ضروري أن تبقى إيران هي هذا الخطر، التضخيم بهذا الخطر، مع العلم أنه الاتفاقية النووية هي ضمانة أن إيران لن تعمل قنبلة نووية، لن تعود إلى البرنامج النووي، لن تستطيع أن تقوم بقنبلة نووية أو تصل إلى ذلك المستوى. فماذا تريد إسرائيل أكثر؟ وهي تلعب هذه اللعبة، هي تصرخ كثيراً، لكن داخليا هي يعني في الأخير هذه الاتفاقية النووية تصب لصالح إسرائيل، بالضبط مثل قرار 2118 الذي أدى إلى تفكيك القوة الترسانة الكيميائية في سوريا. في الأخير إسرائيل هي المستفيد، في الأخير هي المستفيد مهما كان. لذلك فأعتقد أنا أنه المفاوضات التي تقودها أوروبا الآن، صحيح هناك يعني تعنت من هذا الطرف ومن هذا الطرف، لأن كما قلنا المفاوضات علم، أنت تبدأ بالماكسيمم بأقصى ما تطلبه من الآخر، والآخر يضع على الطاولة أقصى ما يريده. لكن في العودة إلى المفاوضات والعودة إلى هذه الاتفاقية، أعتقد أنها ستسير وبتشجيع روسي صيني، لأن الدولتين من مصلحتهما أن تعود إيران إلى هذه الاتفاقية، لأن لهما دور أساسي فيهما في هذه الاتفاقية. وبالتالي قد تأخذ شهراً أو شهرين أو ثلاث لا أعرف، لكن في الاتجاه نحن نرى أن هناك سير في الاتجاه الصحيح. فيما لو حصلت الاتفاقية كما السؤال الأخير صبحي، لو سمحت، نعم، باختصار، أنا أعتقد إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاقية سيكون هناك انفراج في المنطقة، وستعود الأمور إلى العمل الدبلوماسي. أعتقد أن البداية ستكون في حل القضية اليمنية، ثم التعاون في حل القضايا الأخرى مثل ليبيا ومثل سوريا وقضايا العراق، وعودة العراق إلى وضع طبيعي بدون ميليشيات أيضاً. لكن إذا لم يعد الطرفان إلى الاتفاقية، فالتوتر سيستمر، وستلعب إسرائيل دورا أكبر في موضوع خربشة المنطقة وإدخالها في أنفاق كثيرة
ويضطر دول الخليج هذه أن تلجأ إلى إسرائيل أكثر وتلتصق بها تحت حجة الحماية من الخطر الإيراني. وشكرا. شكرا لك يا أستاذ عبد الحميد. ونقطة مهمة كان توقف عندها وهي مصلحة الإسرائيلية في استمرار التأزم الأمريكي الإيراني، لأنه هو الذي يجعل ويبرر منطق أنه العدو هي إيران وإسرائيل هي الصديق والحليف الآن. نسمع الأستاذ عاطف عبد الجواد وبعدين نعمل المناقشة لحين الساعة 4:30 في توقيت واشنطن، 11:30 بتوقيت بيروت، فبيكون يعني ختام الندوة بالساعة 4:30. نسمع الآن الأستاذ عاطف وبعدين نفتح المناقشة العامة. تفضل يا أستاذ عاطف. شكرا أستاذ صبحي. سأقتصر على الشق الأول من موضوع المناقشة اليوم وهو العوائق أمام العودة إلى الاتفاق النووي، حتى أترك المجال للزملاء الآخرين. العائق الأساسي أنا أجادل هو بايدن شخصيا، هو سياسات بايدن وسلوك بايدن. نبذة تاريخية مختصرة أولا لفهم السياق. في السبعينيات جاء الرئيس جيمي كارتر بسياسة حقوق الإنسان والدبلوماسية. ماذا حدث؟ هذه السياسة ألحقت الهزيمة ببعض أهم المصالح الأمريكية في المنطقة وأهداف أمريكا. السياسة كارتر مهدت الطريق لاندلاع ثورة الخميني في إيران، وطبعا الإطاحة بأحد أقوى حلفاء أمريكا وهو شاه إيران. السبب البسيط والمباشر في العرقلة طبعا هو رفض طهران فكرة الأوروبيين عقد مؤتمر غير رسمي للـ5+1، تحضره واشنطن كمراقب لبحث كيفية عودة الطرفين إلى اتفاق 2015. النقاط التي سأخوض فيها بسرعة الآن سأترك لكم أنتم في النهاية الربط بينها وبين الخلفية التاريخية التي ذكرتها والخلاصة التي ذكرتها أنا، وهي أن العائق الأكبر هو جو بايدن وسياسات جو بايدن وسلوك جو بايدن. طهران طبعا وجدت ثغرة في سياسة وسلوك بايدن تستخدمها لصالحها. نجد أن بايدن يدعو إلى الدبلوماسية وحقوق الإنسان، بينما هو لجأ إلى القوة بقصف سرايا أولياء الدم على الحدود العراقية السورية قبل أيام. هذا معناه مرة أخرى من وجهة نظر إيران لا يمكن التعويل على كلمة واشنطن التي تقول شيئا وتفعل شيئا آخر. فإيران أيضا نفت أي صلة لها بقصف إربيل، ولكن بايدن يقول القصف الأمريكي هو رسالة موجهة لطهران. نقطة أخرى وهي أن بايدن قدم تنازلات جزئية لإيران ترى طهران فيها مساحة من الضعف الأمريكي، يمكن عن طريق الرفض الإيراني استغلال هذا الضعف للحصول على مزيد من التنازلات، يعني تنازلات جزئية تعتقد إيران أن واشنطن من الممكن أن تقوم بتوسيعها، توسيع هذه التنازلات بالإصرار والصبر والانتظار والضغوط. طبعا هذه التنازلات في طريق رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، كل العقوبات أو جانب كبير من هذه العقوبات. أيضا نحن نعلم أن ضعف بايدن يعود ولو جزئيا إلى رغبته في عدم خسارة أصوات الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي الذين ينظرون اليوم على سبيل المثال في بعض أجنداته المهمة ومشروعاته المهمة. الجمهوريون يطالبونه بالتريث وعدم العودة إلى الاتفاق، وهو في حاجة إلى أصوات الجمهوريين في مجلس الشيوخ نظرا للأغلبية الهزيلة التي يتمتع بها حزبه في مجلس الشيوخ. في هذا الوقت الاستراتيجية الإيرانية أقوى، لأنه حتى بعد الرفض الإيراني العودة إلى أو قبول فكرة الأوروبيين هذه
نجد أن واشنطن تقول ما زالت تقول أنها ما زالت ترغب في العودة إلى الاتفاق، وهذا مظهر ضعف آخر. هذا الموقف تراه على الأقل من وجهة نظر طهران، هذا ضعف أمريكي، سوف تستمر إيران في استغلاله لصالحها. إنما لو قال بايدن والله لقد مددنا أيدينا وقوبلنا بالرفض من جانب إيران، إذن العقوبات مستمرة يا طهران. ثم لو تزامن هذا الموقف الأمريكي القوي مع قصف إسرائيلي منشآت أو شخصيات نووية، ربما تدرك طهران أن ثمن رفضها سيكون باهظا، حتى رغم أن بمقدورها الاستمرار في برنامجها النووي. طبعا أخيرا، النقطة الأخيرة هي أن رغم التنازلات الجزئية التي قدمها بايدن لإيران، ونحن نعلم جميعا ما هي هذه التنازلات، إيران لم تقدم شيئا على الإطلاق، لم تفرج عن 4 أمريكيين محتجزين في طهران وكبادرة على حسن النية في مقابل التنازلات الأمريكية. إذن سأترك لكم أنتم الربط بين هذه النقاط كلها وبين الخلاصة التي أصل إليها الآن، وهي أن العقبة الأساسية هي جو بايدن نفسه. شكرا لكم. شكرا لك يا أستاذ عاطف عبد الجواد، وطبعا كل ما سمعناه في الوقت الماضي من الأخوة المشاركين الأربعة هي يعني تعبير عن آراء ووجهات نظر، لكن واضح فيها إلى حد كبير فيها توافق على أنه هناك مصلحة إيرانية وأمريكية بالعودة للاتفاق، وأنه عكس ذلك هو أمر سيء للطرفين معا وللمنطقة وأزماتها. ما ذكر الأستاذ مسعود معلوف في البداية من عقبات في الداخل الأمريكي وفي الخارج وأيضا أمر مهم يعني التأكيد عليه. ما ذكره الأستاذ عبد الحميد من نيويورك أيضا مهم التأكيد عليه، بأنه هي مشكلة يعني فيها صناعة إسرائيلية كبيرة، وهذا كان أيضا كلام الأستاذ سعيد عراقات، لأنه من المهم التوقف عند الدور الإسرائيلي في هذا الأمر، يعني والذي واحد يعني يتوقف عنده باستغراب شديد أنه إسرائيل هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تملك السلاح النووي، وهي التي ترفع يعني السيف الآن على أي طرف، خاصة الآن نتحدث عن إيران لامتلاك سلاح نووي، رغم أنه إيران نفسها نفت أنها لا تريد الوصول إلى حالة السلاح النووي. فيعني العالم كله يتحرك الآن في هذا الملف، وكأن إيران على أعتاب الآن صناعة سلاح نووي، بينما الطرف الذي يملك الأسلحة النووية وهدد باستعمالها بحرب 73 هو إسرائيل يعني. وأيضا من الأسئلة التي هي واحد يتوقف عندها، أنه مصر حليف قوي للولايات المتحدة منذ معاهدة كامب ديفيد، لم يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. تركيا عضو في حلف الناتو، وهي يعني حليف قوي جدا للولايات المتحدة، خاصة في الحقبة السابقة يعني قبل أن التأزم اللي حاصل مع أردوغان، ولم يسمح أيضا لها بامتلاك السلاح النووي، ولا أيضا أعتقد أنه يسمح للسعودية أن تملك السلاح النووي. فقط إسرائيل تريد أن تكون هي محتكرة لهذا السلاح في المنطقة، تهدد فيه بلحظات التي ترى فيها خطرا على نفسها، وهي نفسها التي تقوم بهذه الحملة الشعوية التي أشار إلى الأخ سعيد والأخ عبد الحميد لحقبات طويلة. وفعلا يعني هذا مسار تساؤل على مستوى دولي، لكنه للأسف ليس هو بمسار تساؤل على مستوى عربي، لأنه يفترض هذا الكلام اللي عم قوله يدفع يعني العرب إلى حالة مختلفة تماما عن اللي هن فيه الآن. هناك مؤشرات عديدة ذكرها الأخوة الذين تحدثوا عن أنه إدارة بايدن هي باتجاه العودة للاتفاق بالرغم من العقبات اللي موجودة، واختيار روبرت مالي في حد ذاته أنا أتوقف عنه، لأنه من الأشخاص المغضوب عليهم إسرائيليا، وهو المعني الآن بالملف الإيراني، لأن كيف تزال هذه العقبات. أيضا جرى الإشارة إلى الدور الأوروبي وإمكانية لعب دور الوساطة في هذا الأمر، لكن التساؤل متى سيحدث ذلك. ما ذكر في الحديث عن انتخابات إيرانية قادمة وعن انتخابات إسرائيلية مهم التوقف عن أيضا توقيت الزمن، لأن الانتخابات الإسرائيلية هي في شهر آذار مارس الحالي، والانتخابات الإيرانية في شهر
حزيران يونيو القادم. أنا تقديري توقعي أن العودة الأمريكية ستكون ما بين الموعدين، ليس قبل الانتخابات الإسرائيلية وليس بعد الانتخابات الإيرانية. والسبب في ذلك أقول أنه بانتظار الانتخابات الإسرائيلية، لأنه إذا جاء شخص آخر غير نتنياهو أكثر قرباً لواشنطن وإدارة بايدن الآن، سيكون ذلك مناسب لاتخاذ خطوة العودة للاتفاق مع إيران من قبل واشنطن. ولكن سيكون أيضاً هناك حرص يبدو من إدارة بايدن أن يتتم العودة قبل انتخابات حزيران يونيو الإيراني، لأنه هذا سيساعد في بقاء التيار الإصلاحي الذي على رأسه روحاني في الحكومة، بدلاً من أن يأتي تيار محافظ لا يرى أساساً فائدة من كل هذا الاتفاق الذي وقع عام 2015. فترجيحي والله أعلم أنه ستكون العودة الأمريكية للاتفاق هي ما بين الموعدين، يعني قد تكون في شهر 4 أو 5، ولكن لن تصل إلى بعد الانتخابات الإيرانية. نقطة أخيرة عندي أقولها فقط لها علاقة في التوقع على الأزمان. أنا في اعتقادي اليمن هي الأكثر ترجيحاً الآن بالوصول فيها إلى تسوية سياسية، لأن القضية فيها ما مرتبطة بأزمات وبعلاقات كثيرة أقليمية ودولية غير العلاقة مع السعودية، وهي قد تكون يعني مجال لأيضاً إرضاء الأصوات التي هي في داخل الولايات المتحدة تريد من بايدن أن يعني يسرع في الاتفاق مع إيران، أو أنها تريد حل الأزمة في اليمن تحديداً نتيجة المآسات الإنسانية الخطيرة فيها. وهناك تشدد في الكونغرس من عدد كبير منهم على ضرورة وقف أرسال الأسلحة للسعودية في مسألة الحرب على اليمن. فأعتقد اليمن هي الأكثر نضجاً لتسوية سياسية. لكن بالنسبة للأطراف الثانية، يعني مثلاً العراق، أنا أعتقد لن نشهد في حالة استقرار وتسوية قبل تحقيق الاتفاق الدولي، قبل يعني عودة الولايات المتحدة للاتفاق الدولي والتفاهم مع إيران. بينما اليمن ممكن أن يكون هو مقدمة أو يعني تمهيد لهذا الأمر. فالعراق مؤجل إلى ما بعد الاتفاق، اليمن قد تحصل تسوية لها كتمهيد للاتفاق ويسرع فيها. أما سوريا ففي تقدير الموضوع معقد جدا، لأنه مرتبط أيضا الوضع في سوريا بروسيا والعلاقة مع روسيا، العلاقة واشنطن مع روسيا مرتبط بالعلاقة مع تركيا، وأيضا هناك تأزم كما نعرف مع أردوغان ومسألة دعم الولايات المتحدة للأكراد في سوريا، مرتبط بإسرائيل وهذا أمر مهم التوقف عنده أيضا. فالموضوع بسوريا أنا برأيي مؤجل حتى إلى ما بعد الاتفاق، يعني لأنه في ارتباط بأطراف أكبر من إيران وهي روسيا وتركيا وإسرائيل. أما لبنان فبرأيي هو مرتبط بطرفين، يعني بالطرف الإسرائيلي وبالطرف الإيراني. فحيل فإذا حصل يعني ما بعد الانتخابات الإسرائيلية هما، وإذا حصل عودة الولايات المتحدة للاتفاق الدولي مع إيران، قد نشهد شيء من يعني محول الاستقرار بلبنان، ولكن حلحلي حسب التعبير اللبناني لأوضاع سياسية واقتصادية فيه أفضل مما هي عليه الآن. ليبيا في تقديري خارج إطلاقاً الموضوع الإيراني، يعني العمل لتسوية فيها لا يرتبط إطلاقاً بموضوع التدخل أو الموقف الأمريكي من الاتفاق. فأعتقد يعني باختصار شديد أن هناك أزمات ستنتظر، وهناك أزمات ستلحق الاتفاق أو عودة أمريكا للاتفاق الدولي، وهناك أزمات غير مرتبطة بهذا الاتفاق على مستوى المنطقة. بدي أسأل عدد من الأخوة المشاركين والأخوات معنا إذا عندهم أي سؤال أو تعليق. أقدم على الأستاذ عدنان برجي من لبنان. تفضل يا أستاذ عدنان إذا كان عندك أي سؤال أو تعليق، وبعدين نسمع من دكتور وجيه مندو بواشنطن، ثم الدكتور جمال برغوتي بتكساس أيضا إذا كان عندهم أي شيء. أستاذ عدنان تفضل. مساء الخير لك أستاذ صبحي وللجميع. كالعادة ندوة مهمة وعميقة، ويعني فيها إحاطة شاملة. أنا أتفق مع الإخوة في أنه لأمريكا ولإيران مصلحة في العودة للاتفاق النووي الإيراني، لكن عدم العودة حاليا لكل أسبابه. أمريكا أنا في تقديري الرئيس بايدن ما زال مكبلا بسياسة ترامب، ولا زال يفكر بكيفية يعني الانتخابات القادمة بعد سنتين وتأثيرات ترامب فيها وما شابه ذلك، فهو لا يستطيع العودة والالتفاف بشكل سريع. إيران أيضا تريد الاتفاق لكن لا تريده بأي ثمن،
فإذا كانت العقوبات تعرضت لها وأثرت فيها فما بقى عندها شيء يمكن كثير تخسر بموضوع استمرار العقوبات لفترة شهر أو شهرين أو ثلاثة، لأنه بالنتيجة بالأمد المنظور لابد من العودة للاتفاق. بالنسبة للخيار العسكري، أنا أعتقد أن الخيار العسكري لم يعد واردا، وفي تقديري أنه لم يكن واردا في السابق، يعني منذ عام 2008 حتى الآن هناك تهديد بالخيار العسكري، لكن هذا الخيار العسكري له محاذيره. حاليا نحن في مرحلة المهاجم إذا كانت أمريكا بدها تهاجم ليس لديها القوة الكافية للحسم، وإيران إذا كانت هي سوف تهاجم فليس لديها يعني الضعف الكامل حتى تستسلم منذ بالتهديدات القائمة حاليا. وهناك معطيات سبق وتحدثنا عنها دولية مختلفة. أنا في تقديري أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى العودة للاتفاق لأنه له مصلحة مباشرة. الروسي والصيني يريدان الاتفاق، لكن أيضا يريدان تقوية الموقف الإيراني في وجه أمريكا، لأنه حتى الرئيس بايدن بسياسته المعلنة حط الصين كأولوية في التحدي وفي المواجهة، وحط روسيا أيضا. فلذلك روسيا والصين لهم مصلحة بتقوية الموقف الإيراني، خاصة وأن هناك اتفاقيات بمئات المليارات بين إيران والصين. كل ذلك يدفعني إلى القول أنه التأخير في العودة للاتفاق ليس تأخيرا نهائيا، وإنما هو تأخير باختيار الوقت المناسب الذي ربما يكون كما تفضلت أستاذ صبحي بما بعد الانتخابات الإسرائيلية وقبل الانتخابات الإيرانية، يعني خلال شهر 4. وشكرا لكم جميعا. شكرا لك يا أستاذ عدنان من لبنان، ونسمع من دكتور وجيه مندو في واشنطن. تفضل دكتور وجيه. شكرا أخ صبحي، وشكرا للأخوة المتحدثين اللي أفاضوا بالموضوع. العودة للاتفاق النووي مع إيران سيفيد إيران وأمريكا، وسيضر بإسرائيل ودول الخليج، لأنهم هم العقبة الحقيقية في عدم توقيع هذا الاتفاق. والسبب في هذا أن العودة للاتفاق والتزام الأطراف كلها ببنود الاتفاق يعني رفع العقوبات عن إيران، تحرير الأموال الإيرانية المحتجزة، وسيسمح لإيران باستيراد الأسلحة والمواد الأخرى، مما سيعزز من وضعها العسكري والاقتصادي، وسيزيد من قوتها وشوكتها وتمددها في المنطقة. وهذا ما لا تريده إسرائيل ولا تريده دول الخليج، ولذلك يقفون عقبة في طريقه، ويريدون أن تكون إيران تحت الضغط وتحت العقوبات. لا أظن أن الموضوع هو وصول إيران للسلاح النووي، فهم يعني ما يزال بعيدين نوعا ما عن هذا. وحتى يعني مهما صنعوا من رؤوس نووية فهي لن تضاهي ما تمتلكه إسرائيل وأمريكا. ولو فكر الإيرانيين أن يستخدموا مثل هذه الأسلحة فستدمر إيران عن بكرة أبيها، كما حصل مع اليابان يوما ما. فأنا برأيي مصلحة الاتفاق من مصلحة إيران وأمريكا وليس من مصلحة إسرائيل ودول الخليج للأسباب اللي ذكرتها. أما قضية وصول إيران للسلاح النووي فأظن أنه حجة تستخدم لعدم توقيع هذه الاتفاقية من قبل إسرائيل ودول الخليج. وشكرا. شكرا لك يا دكتور وجيه. ونسمع من دكتور جمال برغوتي من تكساس، بعدين دكتورة أميرة عرفات من واشنطن إذا كان عندها أيضا تعليق. تفضل دكتور جمال. بكترفع نفسك من اللي تفضل. سلامات للجميع. والله أنا لست ملما بالكثير حول القضية هذه، ولكن أخشى أنه هناك تواطؤ في العلاقات وبين اللاعبين في هذه القضية، وكلها ستضر
بموقفنا وبمصلحة الشعب الفلسطيني. يعني بردود الأفعال الأخيرة من اتهامات وصاروخ من هان وفتاش من هان لا 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 تبشر بخير، وأرجو أن أكون مخطئ ونظل بسلام. شكرا. شكرا لك يا أستاذ جمال. دكتورة أميرة، ما بعرف إذا كنت على الميوت، إذا ترفعي بس. نعم. أهلاً عم نسمعك، تفضلي. مرحبا وشكرا للجميع الذين شاركوا بمعلومات قيمة. أنا عندي 3 نقاط ولو هي أسئلة. السؤال الأول، ما دام في عقوبات على إيران، بس أنا لاحقت موضوع أنه إلها تجارة قائمة مع الإمارات، يعني لم توقف التجارة بين إيران والإمارات، كذلك هي في العراق، إيران في العراق، واستفادت من العراق في مواضيع كثيرة شائكة بهذا الموضوع لا أريد التطرق إليها. ذكر الأستاذ عبد الحميد أنه الميليشيات إذا اتفقت إيران وأصبحت يعني مرتاحة، فهي سوف تسحب الميليشيات من بعض المناطق، وهذا ما نتأمل. يعني أنا اللي أتأمله إن رفعت العقوبات عن إيران واستقرت اقتصاديا، ليتها تسحب ميليشياتها من العراق. النقطة الثالثة كمان كسؤال أطرحه، إنه بعض السادة ذكروا إنه إسرائيل وأمريكا لا تريد أن للعراق أن تتمدد في المنطقة العربية في الميدل إيست، فهل تعتقدون أنه لو إيران نجحت في موقفها بالنسبة للاتفاق النووي واستقرت وارتاحت اقتصادياً، هل ستكف عن التمدد في بعض الدول العربية كالعراق، خصوصاً العراق؟ وشكراً. شكراً لك يا دكتورة أميرة. طبعاً بالنهاية الآن حرجع أسأل الأخ عبد الحميد يعطي تعليق أو الأخاطف على أسئلتك وساهم معهم، لكن خليني أسأل بس الدكتور كمال خالدي إذا كان يقدر يرفع نفسه من الميوت، وإذا كان عنده أيضاً سؤال أو تعليق، وبدي أسأل الدكتور علي زيدان من لبنان أيضاً إذا عنده سؤال أو تعليق، ونختم فيما بعد بالتعليقات النهائية من الأخ عاطف ومن الأخ عبد الحميد. دكتور كمال يبدو أنه عنده مشكلة برفع نفسه من الميوت. طيب دكتور علي زيدان من لبنان، تفضل يا دكتور علي، تسمعني؟ ما طالع الصوت من عندك. طيب خلينا نسمع دكتور علي، عم تسمعني؟ اوكي ما موجود. طيب خلينا نسمع من الاستاذ عبد الحميد. ما انا معك ايضا يا صبح، رجعت يا اخ سعيد، لانه يا انا عمين تتركك. الو طيب خلينا نسمع من الاستاذ علي بالاول من لبنان، لانه ما كان عنده صوت طالع. بدي أشكرك وأشكر المحاضرين، بدي أشكر المحاضرين الحقيقة، غطوا كافة الجوانب المتعلقة بالمشهد يعني. لكن عندي دائما إحساس إنه يعني الموقف الأمريكي تجاه إيران مختلف، يعني زي كان زي الموقف تجاه بولندا، الحل تجاه بولندا وتجاه أفغانستان. يعني لما كانت العراق قالوا عندهم يعني نوايا لإنتاج أسلحة نووية وكانت أخبار كاذبة ملفقة، تم تدمير العراق تحت هذه الحجج. لكن النظرة يعني ممكن يعني الأمريكان بحبوا يغيروا بإيران بس بطريقة مختلفة لا تؤدي إلى تدمير المنشآت والمقدرات. يعني يبدو هيك المشهد بالنسبة إلي بشوفه. شكرا. شكرا لك يا دكتور علي. وأعود الآن إلى الأخوة، حيكونوا 3 مش 4 اللي حيعطوا تعليق سريع في ختام هذه الندوة،
اللي هم الأخ عبد الحميد والأخ سعيد والأخ عاطف، لأنه غادرنا الأستاذ مسعود معلول بسبب ارتباط آخر عنه. تفضل يا أستاذ عبد الحميد. أستاذ عبد الحميد أنت على الميوت. آسف. يا تفضل. شكرا شكرا أخي صبحي. يعني يجب أن نقر بأن إيران الآن تشعر بأن أمنها الوطني مهدد حاليا. هناك قواعد عسكرية موجودة في دول الخليج، هناك حافلات طائرات وأسلحة أمريكية تجوب مياه الخليج أيضا، وهناك إسرائيل الآن أصبحت على حدودها. يعني الآن إسرائيل لها علاقات مميزة مع خاصة مع الإمارات ودولة والبحرين، و وبالتأكيد بدون الإعلان عن ذلك لها علاقات مع السعودية، ولذلك هي من مصلحتها يعني أن تعود إلى الاتفاقية وأن يتم تبريد هذا الوضع الساخن الآن بين الولايات المتحدة وإيران من مصلحتها. لكنها لا تستطيع أن تفرط في الأوراق التي في أيديها كما ذكرت في البداية، ومن هذه الأوراق الكثيرة قضية الميليشيات. وللأخت التي سألتني، أظن الأخت أميرة نعم، هي لن تسحب هذه الميليشيات، لا يتم سحبها، لأن هذه الميليشيات محلية، هي ميليشيات عراقية، ميليشيات لبنانية، ميليشيات سورية، ميليشيات يمنية، هي تدعمهم وتدعمهم ربما بالسلاح وبالمخططات وبالتدريب وبالذخائر وبالأموال. صحيح. لذلك إذا استقرت الأمور واستقر الوضع في إيران وأصبحت تشعر بأن أمنها ليس مهدداً لا من دول الخليج ولا من الكيان الصهيوني ولا من الولايات المتحدة، وبدأت تسير باتجاه التنمية وإعادة الاستثمار وإعادة التجارة الخارجية، وبنت علاقات مميزة للتنمية مع الصين وروسيا كما هي الحال الآن في الاتفاقيات الكثيرة، قد لا تجد ضرورة إلى أن تبقي دعمها بالطريقة الحالية لهذه الميليشيات. هذه الميليشيات قضايا محلية في الأخير، يعني قوة الدولة العراقية عندما يصبح هناك قيادة محلية عراقية تسيطر على أرضها كلها ولا تسمح لاستخدام السلاح إلا للجيش الوطني، تنتهي دور هذه الميليشيات وقد تتحول إلى أحزاب، وليس خطأ أن تتحول إلى أحزاب، وهكذا كذلك في الدول الأخرى. وإذا حلت قضية اليمن أيضا وأصبح هناك دولة وطنية ذات حكومة وحدة وطنية، لا يعود ضرورة لإرسال هذه الكميات من الذخائر والأسلحة والأموال إلى الحوثيين، بل يصبح جزءا من نسيج المجتمع الوطني. لذلك يعني مصلحة إيران الاستراتيجية أن تعود إلى الاتفاق، لكن بشروط لا تحمل أي نوع من الإذلال والفرض والخاوة، يعني نوع من فرض بالقوة، لا لن تقبل بذلك، لأنها أيضا لديها أوراق تلعب بها، وكذلك الولايات المتحدة أيضا من مصلحتها، فهناك رؤية استراتيجية جديدة للعالم كما يراها بايدن، لاستخدام القوة الناعمة واستخدام العلاقات التجارية والعودة إلى المجتمع الدولي ولعب دور قيادي في شؤون هذا العالم، عودتها إلى اتفاقية المناخ ومنظمة الصحة العالمية وكثير من الاتفاقيات ومجلس حقوق الإنسان، كلها تشير إلى أن بايدن يريد أن يلعب دورا إيجابيا في القضايا الدولية، ولكن أيضا لن يقبل بأن يعود إلى الاتفاقية دون على الأقل من تحسين بعض الشروط التي كانت موجودة عام 2015 ولم تعد موجودة الآن. شكرا. شكرا لك يا أستاذ عبد الحميد. ونسمع أيضا الآن من أستاذ سعيد. ما بعرف إذا سمعت يا أستاذ سعيد تساؤلات الدكتورة أميرة أيضا لتعلق عليها. تفضل يا أستاذ سعيد، ارفع نفسك من الميوت بس لو سمحت. اختفى اسمه. طيب أستاذ عاطف، تفضل يا أستاذ عاطف عبد الجواد. نعم أخي صبحي. أوكي، لأنه ما لقيت اسمك، يا تفضل. طيب نرجع نسمع منك. بشكل سريع جدا، أنا فقط بدي أرد على رفيقتي أميرة، وأنا طبعا مشتاق لك دكتورة أميرة جدا. علينا أن نتذكر أن من أعطى العراق على طبق من فضة إلى إيران هي الولايات المتحدة الأمريكية.
من جعل هذه الميليشيات تترعرع، وأنا أذكر ذلك تماما، كنت في العراق لمدة 5 سنوات بينما كانت تنمو وتكبر هذه الميليشيات، هي الولايات المتحدة. بكل تأكيد إذا كان هناك اتفاق أو عودة إلى الاتفاق وكان هناك انفراج بالنسبة لإيران، قد لا تشعر بأنها تريد أن تسيطر على الوضع في العراق بالشكل الذي تريده الآن. ولكن أنا أيضا أتفق مع المقولة التي تقول إذا كان هناك دولة وطنية وجيش وطني في تقديري سينتهي دور هذه الميليشيات وبسرعة. بالنسبة أتفق معك تماما أخي صبحي أنه لن يكون هناك أي تقدم نحو العودة إلى الاتفاق قبل الانتخابات الإسرائيلية على الأقل، ولكن أيضا قبل الانتخابات الإيرانية، لأن الولايات المتحدة تريد أن تعطي محفزات لإيران للسعي وراء ذلك. ونحن تعلمنا من الاتفاق السابق أن إيران تلتزم أو تتمسك بالتزاماتها، والولايات المتحدة هي التي لا تلتزم بهذه الاتفاقات. أنا لو كنت مكان إيران أو المفاوض الإيراني لاشترطت على الولايات المتحدة أن تجعل هذا الاتفاق اتفاقية تريتي، يعني بمعنى أنه يوافق عليها مجلس الشيوخ، يوافق عليها الكونغرس الأمريكي، كي لا يأتينا في المستقبل ترامب جديد وينسحب من هذه الاتفاقات كما رأينا في السابق. لكن بكل تأكيد سيكون الاتفاق ضارا لإسرائيل، لأن إسرائيل قضيتها هي الملف النووي الإيراني، كي لا تلام على ما تفعله بالفلسطينيين وفي الأراضي الفلسطينية بالنهب الأراضي. وبالتالي إذا غاب هذا البعد وغاب هذا الملف في تقديري ستتقلص حججها. فإذا نعم، هو خسارة لإسرائيل، خسارة لدول مجلس التعاون الخليجي في تقديري، للمملكة العربية السعودية التي الآن هي في وضع صعب بسبب التقرير الذي صدر عن الاستخبارات الأمريكية بشأن ضلوع محمد بن سلمان بمقتل الصحفي جمال خاشقجي. فإذا كل ذلك في تقديري سيعجل إنهاء الأزمات والحروب القائمة، سواء في اليمن وكما ذكرت أخي صبحي أنت فيما بعد في سوريا. في تقديري أننا نحن نتجه نحو هذا المسار، وشكرا. نرجو ذلك، وشكرا لك يا أستاذ سعيد. مع توضيح بس أنا يعني على التعابير، أنا برأيي ما نتحدث عن مجلس التعاون الخليجي ككتلة أنه لها موقف واحد بهذا الأمر، لا، هناك تباينات كثيرة، يعني ما عليه الآن الكويت وقطر وعمان غير الذي عليه الأطراف. نعم صحيح، هناك يعني فارق. بس نعم. على كل حتى كما أشارت دكتورة أميرة، نجد هناك علاقات تجارية مستمرة حتى مع دبي، فالأمور أنا برأيي يعني منا هي حالة سلبية مطلقة، منا حالة إسرائيلية كما هو الوصف عن إسرائيل. بالعكس أنا في رأيي ممكن بشكل كبير يعني تحسن الأوضاع، ربما باستثناء الوضع الحالي بالسعودية بحكم ما هو عليه وضع الأمير محمد بن سلمان، الذي أنا في رأيي أيضا يريد حالة التصعيد مع إيران لأسباب عديدة. على أي حال، الكلمة لك يا أستاذ عطاء عبد الجواد، وبعدين نختم هذه النبيل. شكرا أستاذ صبحي. أعتقد أنه في النهاية سيعود الطرفان الإيراني والأمريكي إلى مفاوضات بشأن الدخول في اتفاق. دعونا نتذكر أن مفاوضات إيران مع باراك أوباما استغرقت 3 سنوات، وخلال هذه 3 سنوات ظلت إيران تقول أنها لن تتخلى عن برنامجها النووي، ثم في النهاية تخلت ولو جزئيا طبعا عن برنامجها النووي عن طريق الدخول في هذا الاتفاق 2015 مع باراك أوباما. من ناحية الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أيضا تبحث الآن عن تبرير يحفظ ماء وجهها لنزع أو لتخفيف بعض العقوبات المفروضة، أي لتنفيذ بعض الطلبات الإيرانية، وستجد الولايات المتحدة تبريرا إنسانيا يمكنها من أن تفعل ذلك على ضوء أزمة أو وباء كورونا في إيران وفي العالم كله. شكرا لكم. شكرا لك يا أستاذ عاطف، ومن اختام هذه النقل مع الشكر الجزيل طبعا لكل من شارك فيها وتحدث فيها وحضرها. أريد أن ننوه أنه عندنا
في شهر أذار مارس اللي نزلنا نحن فيه أربعة أيام اللي هي أيام أربعة اللي هو يوم 10 ويوم 17 ويوم 24 ويوم 31. في 17 حيكون عندنا ندوة حددت يعني بالاتفاق مع المنتدى المغاربي في كازابلانكا في الدار البيضاء، ستكون الندوة يوم 17 أذار مارس ندوة مشتركة مع هذا المنتدى، وموضوع هو عن المشترك والخاص في هموم وقضايا المشرق والمغرب العربي، وحيكون يعني معنا للحديث من قبل المنتدى الدكتور ولد السالك وهو أستاذ بجامعة نواكشوط. هذا يوم 17 أذار مارس. هلا يوم 31 أذار مارس أيضا هناك ندوة جرى الاتفاق فيها أو حول مع الدكتور محمد فنيش الذي كان في السابق مدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي، والموضوع سيكون معه حول ما هي أولويات يعني المشاكل القائمة أو القضايا الاقتصادية الملحة والمشاكل الاقتصادية الملحة في المنطقة العربية خلال هذه الفترة. اليومين الآخرين يعني اللي هني يوم 10 الأسبوع القادم ويوم 24 حيكون فيهم يعني في أحدهم عفواً أحد هذه الموضوعات اللي حقولها الآن، موضوع له علاقة في لبنان وسوريا وهو تحت عنوان ما هي حدود التصعيد الأمني والعسكري في لبنان وسوريا خلال هذه الفترة. يعني لسه ما تم تحديد من سيتحدث أو حسم التاريخ. والموضوع الآخر أيضا لشهر أذار مارس هو ما المؤمل الآن من إدارة بايدن بشأن القضية الفلسطينية ومن الدعوة للانتخابات الفلسطينية، يعني جزئيتين ما له علاقة في إدارة بايدن تشيل الملف الفلسطيني وما له علاقة في الانتخابات الفلسطينية المقررة وما هو المؤمل من الحالتين. هذه الندوات قادمة إن شاء الله خلال هذا الشهر، وأمن إن شاء الله تكونوا بخير وعافية وأن تكونوا معنا يوم الأربعاء القادم وكل يوم أربعاء في التوقيت نفسه الذي نقيم فيه الندوات. مع جزيل الشكر لكم جميعا وتصبحون على خير من أنتم في المنطقة العربية الآن، وإلى اللقاء إن شاء الله.